أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، اليوم فطورنا لو تلاحظون ألوان الكالرز. إحنا الآن في مرحلة مش لطيفة من الزمن، لأن في ألوان قاعدة تنفرض على الناس والناس صارت لون واحد، يعني صار الرمادي يرمز إلى الرقي والثراء، والرمادي مش من ألوان الروح، مش من الألوان اللي الروح تفضلها وتحبها. صار البيوت لازم بس تصير أبيض، مجبورين، وإلا إذا ما سوينا البيوت بس أبيض معناها إحنا ناس مش عيال بطنها، مش عيال بطنها ولا عيال نعمة، فلازم نلبس أبيض كل الوقت، لأن الأولد ماني يلبسون أبيض وبيج. فبالسابق كانت البيوت لو تلاحظون تونس تمتاز بيوتها بالأزرق، المغرب تمتاز بيوتها، مراكش كلها حمراء، والباقي المدن كل مدينة لها ألوان وطابع في بيوتها وصبغهم. سوريا الله على الشام وجمال الشام وألوان الشام وياسمين الشام وعرق الشام يا ربي، يعني أشتاق أنا كثير للشام. الشام عبارة عن بوكي ورد مش بلد، كلها كانت ألوان. الألوان هي لغة الروح، والشخص اللي ما يلبس الألوان، ونعرف في كثير مثلا بنات رسولي تعليقات شمس ليش انت ما تلبسين زي الفنانات والفاشينيستات والبلوجرز اللي دائما يا اسود يا رمادي، يعني ان هم يعني كلاس. انا ليه افقد التواصل؟ سبحان الله، هاي اشياء كنت اسويها على الفطره من صغري من غير ما اعرف ان اللون لغه. فلغه الروح، لغه الروح هي الالوان، عشان كذا الله سبحانه وتعالى خلى الطبيعه كلها الوان، حتى الصحراء. ترى الصحراء لون، لون ذهبي، لون بني، لون اصفر، صحرا لون. ولما يجي الربيع تخضر، اكو شيء ما فيه لون. فاحنا الان بس للبنات المراهقين توصل لهم هذه المعلومه، اذا فقدتي التواصل مع الالوان تحت حجه الموضه والفاشن يبغى الوان غامقه، اعرفي ان ما راح تكونين شخص مرتاح في الحياه. وادرسوا علم الالوان، وليش الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شنو السر في اللون اللي يسر الناظرين؟ ليش يشتغل على الغدد اللون الأصفر أو غيره من الألوان؟ شوف تفرجوا هذا البوكي، شوف الورد، شوف الله حط ألوان وألوان، وفي وسط كل لون في ألوان. وعلى فكرة في ألوان عيوننا ما تلتقطها في هذا الدايمنشن أو في هذا البعد، في ألوان عيوننا تلتقطها إذا كنا في بعد آخر، إذا سوينا مديتيشن أو تأمل أو روحانيات رحنا أبعاد ثانية. في ألوان لا عين رأت ولا أذن سمعت أصوات. إذا في مليارات الألوان اللي إحنا ما نقدر، هي موجودة بس إحنا ما نشوفها، ما نلمسها. اليوم شاكرا أو مقام الجنس أو مقام الجذر، وأنا شد أوريدي تكلمت لكم عنه. في اليوم طبختنا، اليوم بالليل نتكلم شلون نعالجه للرجال وللنساء، اوكي؟ مقام الجنس، اوكي؟ بس اليوم وجبتنا هي من الوجبات العلاجية لمقام الجذر، مقام الجنس أو مقام العجز، من الوجبات العلاجية، اوكي؟ لأن احنا اليوم معانا حمام، معانا حمام، والحمام طاقته أكثر بروتين حيواني تاكله جسمك يستفيد منه على المستوى النفسي الطاقي الروحاني الجسدي هو الحمام. لأن الحمام كطائر يمتاز في الحرية، يمتاز بالإبداع، يمتاز برنين الصوت، عنده ترددات. فأنت لما الإنسان يأكل شيء بشكل متكرر يصبح هو هذا الشيء. والدليل إذا أنت كلت عندك سكر وكلت تفاحة يطلع السكر، سكر تفاحة يصير في دمك، إذا أنت تصير التفاحة، أنت تصير مكون ما تأكل، تمام؟ فالحمام ناخذ طاقة القوة الحرية من عنده. شاكرا أو مقام العجز مشكلته الكبت، مشكلته هي عدم الحرية.
للرجل وللمرأة، من كذا تأتي المشاكل الجنسية، تجي عندنا مشاكل البنات اللي عندهم مشاكل هرمونات وتكيسات ومبايض والزفت هذا اللي حاصل عند الناس، تأخير في الدورة أو ما أدري وشو، إجهاض، هذه من علاماتها. للرجال ضعف جنسي، تعرفون الآن أكثر مصدر دواء فياجرا في العالم عندنا في العالم العربي، لأن الأغلب مضروب عندهم مقام الجنس بسبب أمور كثيرة راح نشرحها اليوم المساء إن شاء الله. يعني لما إيران ثروتها اللي أهم من الألماس هي الكافيار، الكافيار البلوغة الإيراني هو أغلى أغلى مادة تأكلها في حياتك. يعني أنت 30 جرام من الكافيار البلوغة يطلع ممكن $1,000، يعني 3,600 ريال 30 جرام. يعني الكافيار ليش غالي؟ لأنه يخاطب مقام الجنس عند الرجل والمرأة، عشان كذا هو غالي. لأن الناس اللي عندها ضعف جنسي يقولوا لك كل كافيار. في الحضارة المصرية القديمة لما الشخص بيتزوج عشان يقوونه جنسيا، الرجل والمرأة يقولوا لهم كلوا حمام وبط. إذا للأكل طاقة معينة لمقام معين. يعني أنا لما أجي أشرب عصير خضار أكيد ما راح يخاطب لي مقام الجنس، أكيد حيخاطب لي مقام القلب، أخضر وما في أرواح وما في صراعات وما في خوف، وعليه اسم الله. الكلوروفيل دائما يخاطب القلب الأخضر. ف That's why بعض الحيوانات أغلى من بعضها لأنها تخاطر. عندك أنت بيض الغنم يسمونه، يعتبر في لبنان وفي سوريا وفي العراق وجبة مهمة للشخص اللي عنده مشاكل جنسية. لما جيت أبحث هذا الشيء مع الدكاترة لما كنت أدرس في أمريكا، ما حقيقة أنه الأعضاء إذا الإنسان يأكلها من الحيوان العضو اللي عنده يتعالج؟ اكتشفت ان الطب الصيني والهندي المبني على العلوم الحقيقية من 12,000 سنة، اذا الشخص مرض عنده عضو، يعني لا تسي مرض عندك الكبد يأكلونك كبدة يتصلح كبدك، مرض عندك الكلى يأكلونك كلى من الخروف او من الحمام ودبع من الطيور يتصلح الكلى عندك، مرض عندك الكوارع، ليش دائما يقول لك والله مسامير الركب، ليش مسامير ركب؟ كوارع هي المادة الجيلاتينية نفسها اللي في ركبتك، فدائما الكولاجين يعالج الركب. فالطب الحقيقي يتعاملون مع الأعضاء في أن أنت مرض العضو عندك، خذ يقول لك عندك نقص حديد في الكبدة من زمان. ليش؟ لأن أساسا نقص الحديد سبب مرض في الكبد، سبب أن كبدك مو قاعد ينتج، فلما تاكل كبده يتصلح كبدك تنتج حديد. واو. ف الان في شركه عالميه، اوكي طبعا هذا يجي من الطب الصيني والطب الهندي اللي هم يتمتعون بصحه وعافيه ان شاء الله ومليارات. الان في شركه عالميه اسمها ستاندرد بروسس، شنو الدواء حقهم؟ تخيلوا مره كتبت لكم بنات اللي قلت لكم حق الهرمونات اللي قلت لكم عالجني، دواهم كله كبد، بنكرياس، طحال، من الحيوانات اللي متربية بالماشية الرعي الأورجانيك العضوي ومتعرضين للشمس، الحيوانات اللي مو متعرضين لعنف ولا ضيقة ولا اكتئاب، حيوانات مرفهة يعني، حيوانات طبيعية. الطبيعي إن الحيوان يعيش في الشمس وفرحان ويركض ويجري، عشان لما تأخذ من عنده شيء يعطيك إياه بحب، مش لما يكون مضطهد ومسكر عليه وعليه إضاءة فيك وأكل هرمونات وكذا، هذا ما راح يعالجك، هذا يعطيك مرض، هذا كبدة يمرضك. احنا نتكلم الحيوان اللي غير معرض لهذه الأشياء اللي لا فيه هرمونات ولا فيه ولا فيه ولا فيه. طيب لما تأخذون أعضاءه تعالجه. بيبو أعطيني الدواء في برا هنا عند الباب، خليني أوري لهم الستاندرد، هذه الماركة. خيل هذه الماركة ياسر من سنتين، معموله من خلاصه الكبد ومن خلاصه البتاع والحاجات دي، كله اسمه البايو ميديسن، خلاص الان على مستوى العالم واغلى دواء. ها ما هو مرخص يعني، هذيك بس هذه ما هو مرخص. ايوه
فالطب الان متجه شوف هذه المارك ستاندرد بروسس ايوه دي بقى الايه هذه فيها مثلا انت عندك الكبد اه كياسر اكيد انت عندك الكبد. اكيد الله يرحم كبدك المرحوم تقعد غادي تعالجيني مش شغليني حطي لي الكبد هنا ماما عندك الكبد شو يسوون يحطوا لك الكبد وما حول الكبد اللي يساعده على التشافي يعني يحطوا لك الكبد ينشفونه يجيبون كبد الحيوان او الطير اوكي قلنا اللي متعرض لبيئه صحيه ويجففونه ويطحنونه ويخلونه كبسول ويحطون معاه الاعشاب اللي تنظف الكبد زي حليب الشوك زي الهندباء زي الحاجات اللي فعطوك كبد وعطوك هالشيء تنظف الكبد عشان كذا هم غالي البروتين حقهم وما ما يجي للعالم العربي نادر يعني طيب في امريكا في اشياء ما اصلا مش اونلاين في اشياء ما يعرضونها اونلاين بس عندهم في الشركه والا دكتور يكلمهم لا يرسلونها طب انا الله اعطاني طاقه الشيء امامي ليه ادور ستاندرد وشركه واون كلوب طب ما انا اعرف اعالج نفسي ما الله وفر لي من الطبيعه ناس تساعدني انا ممكن حمامه تساعدني وتشفيني اذا انا نيتي ايش نية التشافي قول ايش تبغى مهم النية في كل حاجه طبعا اكيد ان شاء الله حتى لو تاكل حمامه مسمومه وانت عندك النيه للتشافي تتحول تحول لك لا النية 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 لا يوم الدين وما تدخل في الجنة والنار إلا في النية نوايا الله حاسب على النوايا الله ينظر والقلب هو لا يحمل النية فاليوم وجبتنا فيها من التشافي إلى مقام العجز أو الجنس للرجال وللنساء طبعا في ناس هتموت ان انا النهارده عندي وليمه هم حاسدين ايوه طبعا على فكره انا نازله بالضبط 2 كيلو وانا يومين. وانا والله انت نازل قلت طب انت شفتيني اكلت انا رمضان ده جامد باكل بالراحه امس واليوم انت انسان طبيعي زينا قبلها انت بقيت بني ادم هذا رمضان ان لم تطلع من هذا الشهر عندك نقص 7 8 كيلو 6 7 8 10 كيلو في عندك مشكله في صيامك انا يومين نازله 2 كيلو اصلا قبلها نازله 2 كيلو فنازله 4 كيلو لان حضرتك بتصومي على الميه انا بصوم صيام حقيقي على فكره ابتدى حتى اليوم يطلع لي حبوب في وجهي لان انا جالسه اعمل ديتوكس حقيقي مي 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 واخذ الاشياء البسيطه اللي تنظف واكلي مش كثير لان رمضان للصيام للجوع مش انا باكل حاجات معينه بروتينات مثلا هاكل كبده النهارده يا جماعه هاكل حمام النهارده يا جماعه انتوا كلوا السلطات بقى البروتينات من افيد الامور للجسد في حاله وجد الانزيم اللي يهضمها اللي ما يخليها تتحول الى تخمير يعني مو كل الناس تقدر تهضم البروتين عشان كذا في عالم تاكل البروتين ما تقدر تهضمه يتعبها تلاقي بعد الوجبه عنده انتفاخ عنده ضيق تنفس عنده تعب ليش لانه ما عنده الكو انزيم اللي يهضم البروتين عندنا انزيمات تهضم الكربوهيدرات انزيمات تهضم سبحان الله البروتين النشويات والبروتين واللاكتوز اللي هو اللي يطلع من الحليب والجلوتين في عندنا كثير انزيمات اذا نقصت تصير عندك مشكله شو هي انك يا انك يوم تاكل تنرفخ وحالتك وما تقدر تعرف هذه الناس فالانزيمات الهاضمه في شخص مثلا ياكل على طول نفخه وخنقه وكذا وفي شخص ياكل ما يقدر يتحرك ليه لان الجسم نزل الدم من المخ ومن رجولك ومن يدينك وكله ارسله وين للمعده علشان ما في انزيمات قاعده تهضم ولا في حامض معده قاعد يهضم فيضطر حرام الجسم رب خلق ذكي انه يرسل كل المساعدات من كل اعضائك الى وين للمعدة عشان تهضم عشان كده هو لما يرسل الطاقة ياخذها من الكبد ومن البنكرياس ومن رجولك ومن يديك ومن مخك الى المعدة السكر يطلع لان البنكرياس عطل ارسل طاقته للمعدة المخ يطلصم فجأة تلاقي شخص صار حمار ما يدري ايش بس هو حمار اوكي اقسم بالله احيانا بحس كده انت عارفة الاغنية بتاعت ماشي
فين هو ايه حاسس ان انا ماشي كده مسكني ماشي في نور الله خلصمه. ليش؟ لان لا يوجد دم في الدماغ، فتلاقيك اول ما تاكل اللي هو تبغى وقت تستوعب. هذا كله دليل على عدم وجود الانزيمات الهاضمه في الجهاز الهضمي اللي تهضم البروتين والنشويات اللي هو الرز والخبز والبطاط والحلويات والسكر. فأنا مش في هذا الموضوع، أنا سويت في كورس علاج المعدة والأمعاء وكذا. الآن خلينا في حلنا اليوم. وجبتنا وجبة طاقية علاجية للي عنده كبد، مشاكل في الكبد، واللي عنده مشاكل في الجهاز التناسلي والمثانة والكلى. تابعونا.